قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. أمير قطر. القصة الكاملة. الجزء الثالث. حقيقة مرض الشيخ حمد. أرجعت مصادر تتناقل خبر قرب تسليم أمير قطر حكم الإمارة لابنه تميم، قرب هذا التنازل عن السلطة، إلى الحالة الصحية المتردية في السنوات الأخيرة لأمير قطر، خاصة بعد فقدانه أكثر من نصف وزنه ووجود شحوب بالوجه، حيث هناك من يقول إنه كان يعاني من مرض بالكلى، مشيرين إلى أنه يعيش الآن بكلية واحدة زرعت له بعدما تبرع بها أحد أفراد العائلة. وكالة أنباء فارس نقلت عن مصدر مطلع مهتم بالشأن القطري لم يرغب بالكشف عن هويته أن أمير قطر قد تغير شكله الظاهري كثيرا وفقد جزءا كبيرا من وزنه بسبب انتشار مرض عضال في جسده يعتقد أنه السرطان. وفي أيلول سبتمبر الماضي أكد دبلوماسي أمريكي أن حالة أمير قطر لم تعد تتحمل مزيدا من التأجيل والمماطلة والإخفاء، كما أن ولي العهد تميم بن حمد بات جاهزا لتولي الحكم. الدبلوماسي الأمريكي ذكر حينها أن الإجراءات الخاصة التي قام بها أمير قطر واستهدفت المؤسسة الأمنية وشملت تنقلات وإقالات لكبار الضباط سوف تسهل عملية انتقال السلطة إلى ولي العهد. وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن الإجراءات التي قام بها الأمير ستمنع أي محاولات قد يقوم بها المعسكر الداعم لرئيس الوزراء حمد بن جاسم، الذي وصفه الدبلوماسي الأمريكي بأنه يعتبر نفسه الشخص الأفضل لتولي حكم البلاد. هذا المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة، ولحساسية المنشآت الأمريكية المقامة على الأراضي القطرية، تسعى إلى ضمان انتقال السلطة بهدوء ومنع اهتزازات داخلية وصراع على الحكم داخل عائلة آل ثاني. قسماً بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسماً سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسماً بذاك ونحن الصادقون.